أنا كنت راسب في التوجيهي. أبوي كان بده حلمه إنه يدرسني طب أو إنه أدرس محاسب مثل إخواني، فأنا ما كنت أرسب، ما بدي أروح زي هيك. كانت عندي حالة من الاكتئاب والإحباط إنه كل أصحابي راحوا على الجامعة وأنا بعدني ما رحت. أنا كنت أشوف مستقبلي إني شيف، غير هيك ما كنت أشوفه. فيوم من الأيام والدتي شافت البرنامج إعداد الشباب بسوق العمل على برنامج يسعد صباحك، فحكت لي إني أسجل في البرنامج ومن خلاله إني بروح على الفنادق وبتدرب وبصير أشتغل هناك وبطور مهنتي. أنا بدي أروح. السلامة. أول ما سجلت بالبرنامج ما كان عندي الجدية، كنت مفكره زي أي مركز تدريب، بس لما رحنا على الأوتيل وعملوا معنا انترفيو أنا بلش الموضوع أفكر فيه بجدية أكتر. بعدين إجت الـ HR مانجر وصارت تحكي أنا بدي 4 شباب وبنت، فاختارت 3 شباب وبنت وصارت تحكي بكفي. يومها أنا تنكدت، صرت بدي أعيط من إنه ليش أنا ما اختارتني. بعدين آخر إشي نادت علي فارتحت من جوا، يعني خلص إنه هاي بلشت. كل أسبوعين نتدرب بقسم، كانوا 16 قسم، قسم الهاوس كيبينج، اللاندري، الفرونت أوفيس، كل الأقسام هاي. بالنسبة لي كنت أروح على المطبخ، كنت من الساعة 6 الصبح أكون بالأوتيل، أروح على 11 بالليل، وبعدين بس نخلص دوام نروح نتدرب في المؤسسة، يعطونا دورات نظرية اللي هي مهارات الحياة وتنظيم الوقت، العمل ضمن فريق، دورات الحاسوب ICDL ودورات اللغة الإنجليزية، مرتبطات كلهم مع بعض، يعني سلسلة متواصلة مع بعض بيؤدوا لنتيجة ناجحة. بس بعد ما خلصنا الدورة توظفت في الأوتيل، بس كان عندي أنا طموح أكبر بكثير من إنه أضل بس شيف. فأول ما فتحت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي أنا كنت حاط في بالي إني أدرس فيها، فدرست فصل كامل عندهم إنجليزي، بس ما قدرت أكمل نظراً للظروف المادية الصعبة وأقساطها الغالية. أنا والدي بيشتغل عامل بناء بليه، فحكالي إنه أنا ما بقدر أقساطها، فتركت الأكاديمية ورجعت لشغلي. ومع الأيام حكوا معي مؤسسة نهر الأردن، أحكوا لي إنه في جهة بتقدم منح للأكاديمية الملكية لفنون الطهي اسمها صندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني، واعطوني منحة قدرها 80%. قطعت حالياً 4 فصول، ضايل لي فصلين، بتخرج بشهر 12 إن شاء الله. حاب لسه عندي طموح أكتر، مش حاب أوقف على هاي الشهادة. عندي طموح إني أصير من أحسن الشفات في العالم. بوجه رسالة شكر لمؤسسة نهر الأردن، أعطونا اللي هي أهم شغلة، البنية الأساسية اللي إحنا نقدر نبني مستقبلنا عليه. اشتركت في برنامج إعداد الشباب لسوق العمل مع مؤسسة نهر الأردن بالسنة الرابعة، لقيت حالي بين كتير شباب فخفت أنا ما قدرتش أكمل، فانسحبت من الدورة. كان في خوف كتير وخجل، ما بلبق لك شيء الأوتيلات، شو أوتيلات، إنه يعني في ثقافة عيب إنه بنت ما بتنفع تكون في أوتيل. بعدها سمعت عن أدي كان في إنه تطوير للشباب، كان فيه وكان في شباب كتير بعرفهم لقوا شغل، تشجعوا، شخصياتهم تغيرت، فقررت إنه لازم أشترك فيها، خلاص بدي أجرب. كان عندي فضول إنه كأوتيلات بدي أعرف إيش اللي بيصير فيها بالضبط، أخذ معرفة أكتر، وإنه بدي أدرب عشان أشتغل. ومعروف برضو عن المؤسسة إنها مع أوتيلات 5 ستارز، ف يعني أي أوتيل فيهم برضو رح يكون منيح. فلما حكيت لأهلي إنه بكرة مقابلتي بفور سيزن، يعني كان هو أول أوتيل رح أقابل له، قالوا لي إنه إذا طلع لك فيه جربي، تقدري إنه يكون لأنه أوتيل يعني كتير رح تنبسطي فيه. كانت مقابلة فردية، كل واحد لحال، كان في كونفرزيشن بالإنجليزي عربي وإيش ممكن مثلاً لقدام ممكن تتوظفي، طبيعة شغلك رح تكون بين شباب، رح تقدري تستحملي ضغط الشغل، التعب اللي رح يصير، أشياء يمكن رح تشوفيها مش متعودة عليها أنتي. كان عندي قبول من ناحية كل شيء. مدة تدريبي مفروض 6 شهور، أخذتها 5. دربت كسيرفيس بمطاعم، دربت بالHR شؤون الموظفين هي، وبالمطابخ. كان في كمان في شغل على الشخصية تبعتنا كمان، يعني كان في إنجليزي، كمبيوتر، ومهارات حياتية. المهارات الحياتية صراحة هي أكتر إشي ممكن أقول إنها ساعدتني كتنمية لشخصيتي، لأنه كان في زي أنشطة جماعية لازم تصير بيناتنا، كان حاجز الخوف والخجل بلش يروح معاي. بعد التدريب في الأوتيل وبعد الحصص اللي أخذناها مع مؤسسة نهر الأردن، في جزء من شغفي وفضولي ارتوى، بس برضو لسه ضليت مكملة إنه بدي أشتغل لحالي. هاي الأوتيل ساعدني فيها أكثر.
ما انعرض علي في الأوتيل إنه بدك تتوظفي كان فعلاً كنت قادرة وقتها ومتأكدة إني قادرة على إني أعمل. كثير حتى زباين أجت هون عنا بيحكوا لي إنه إحنا كثير فخورين إنه في بنات عربيات عم بيشتغلوا زيك هيك. أنا اللي لاحظته إنه البنات عم بتزيد أكثر من سنة عن سنة في البرنامج. أول نجاح صار بإني توظفت، ثاني نجاح كان موظفة السنة. دعم حسيت كثير كبير من الأوتيل كمان، إنه خلال سنة واحدة بس، يعني هاي في ناس يمكن إلها سنين في الأوتيل ما قدرتش تجيبها، وأول ما عرفت فيها دغري إنه بعتت لنهر الأردن إنه أنا موظفة السنة عن 2013.